في الجانب الرقابي قدمت أيضا عدة أسئلة، لكن أحد أهم الأسئلة والذي يجب أن يعير باهتمام الأخ معالي وزير الخارجية، نما إلى علمنا قيام وزارة الخارجية باستقبال عدد من ممثلي بعض سفارات بعض الدول الآسيوية، وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي المزمع عقدها في بانكوك بتاريخ 8/7، ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول، والتي يترشح في هذه الانتخابات مرشحان كويتيان. فهل يعي الأخ وزير الخارجية خطورة هذه الإجراءات إن صحت هذه المعلومات؟ لذلك أسئلتي: هل تم بالفعل استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية في الكويت خلال الفترة من 1/5/2023 وحتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل تم الطلب منهم دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه؟ وهل تم الطلب من أي من سفارات دولة الكويت المتواجدة بدول آسيا وأعضاء البعثات الدبلوماسية دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ طبعا المرشحين الأخوة الأفاضل سيد حسين مسلم والشيخ طلال فهد. إذا كانت الإجابة بالإيجاب على أي مما سبق، يرجى موافاتنا باسم المرشح الذي تم طلب دعم ترشيحه، وهل منح أي من طلب منهم دعم أي من المرشحين المذكورين أي نوع من المزايا المادية أو العينية بأي شكل من الأشكال مقابل الدعم، إلى آخر هذه الأسئلة البرلمانية. خطر جدا، خطر جدا أن تجير أجهزة الدولة لمخالفة قانون الدولة ولمخالفة القوانين الدولية من أجل أي شخص أيا كان هذا الشخص. هذه انتخابات يفترض أن تكون انتخابات نزيهة، الهيئات والجهات الحكومية ما المفروض أنها تتدخل بأي شكل من الأشكال. أحد الأسئلة: إذا كانت يا الأخ وزير الخارجية بتعليمات، يجب أن تذكر ممن هي التعليمات وعلى أي أساس جاءت التعليمات، وإذا كان هناك أي وثائق تدعم هذا الادعاء مطلوب في السؤال أن تزودني فيها.